يا شباب، الله يمسيكم بالخير يا الربع. أذكرك معك لجمهورنا الغالي واللي شاهدنا والأخواننا واللي إن شاء الله أن الله يكتب أجرنا وأجركم. نذكركم بوقفة الأيتام في بلد حرام في مدينة خير الأنام. 300 ريال بسيطة والله العظيم، انك تحطها في محل وتمشي تنسى منها، مبلغ بسيط وزهيد. اليوم اللهم لك الحمد، احنا ننعم في رفاهيه وننعم في خير، والله ديما علينا وعليكم وعلى المسلمين. 300 ريال عنك وعن نفسك، 900 ريال عنك وعن والديك، 900 ريال عنك وعن الاسره. والله العظيم فينا يعني مثل ما تقول اشياء كثيره احنا ناقصين فيها. نبتغي الاجر من عند الله، الاجر عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم ضمن لك انك انت وياه في الجنه، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم انا وكف اليتيم كهاتين في الجنه، فالبدار البدار، الوقف مكتمل اليوم ولا بكره، اكتمل الاول بيكتمل الثاني بيكتمل الثالث، اهل الخير واجد. لكن كن من الناس اللي ساهموا في اكمال هذا الوقف، والله ما معنا من هذه الدنيا الا الاجر. فتكفون تكفون البدار البدار، نسال الله ان يشافي كل مريض وكل من هو في المستشفيات ويتابعنا، ومن هو مريض في حاجة الدعاء سأل الله أن يشفيه، سأل الله أن يشفي أمي يا ربي ويعافيها ويطول في عمرها، وما يسمع أمهاتكم والله يرحم الميتين. وأسعد الله مساكم وأوقاتكم كل خير. اللهم آمين. والديك صاحب الدم. ها في يدك الإشارة، بشوف الساعة. هذه يدك، بشوف الساعة. أبشركم إن شاء الله يا الربع، برجيك حطانا درجاتنا نبوه هذا.